السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في هذا اللقاء التعريفي بالتعاون مع مؤسسة كروس ريف ومؤسسة نوليدج إي. إن شاء الله اليوم هنتكلم عن كروس ريف والبيانات الوصفية. مقدمة سريعة، هنبدأ إن شاء الله اللقاء في خلال دقيقة أو دقيقتين من الآن، في انتظار إن شاء الله الإخوة اللي سجلوا أن ينضموا لنا. في البداية ممكن تسجلوا بياناتكم في الشات بوكس وتقولوا لنا حضراتكم بتنضموا إلينا أو بتستمعوا إلينا من أي منطقة أو دولة أو مؤسسة، وإن شاء الله بنبدأ الويبينار في خلال دقائق. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في هذه الندوة التعريفية بالتعاون مع مؤسسة نوليدج إي ومؤسسة كروس ريف. إن شاء الله النهاردة هنتكلم أو اليوم هنتكلم عن تسجيل البيانات أو تسجيل البيانات الوصفية والميتا ديتا مع كروس ريف. بإذن الله هنبدأ في خلال دقيقة من الآن. لو أطلب من حضراتكم في التشات بوكس تعرفونا على حضراتكم ومنين بتنضموا إلينا من أي مؤسسة ومن أي دولة، بإذن الله هيتم بعد الويبينار الأولاني أو حلقة النقاش الأولى سيتم إرسال كل السلايدز اللي حضراتكم هتشوفوها، يتم إرسالها على البريد الإلكتروني، ويتم أيضا إرسال تسجيل أو رابط للتسجيل الخاص بهذا اللقاء. فإن شاء الله كل حاجة هتكون مسجلة، وأيضا هتحصلوا على نسخة كاملة من السلايد الخاصة بالبرزنتيشن. في البداية خلينا نبدأ، خلاص اوريدي فات 3 دقائق فبإذن الله بنبدأ. خلوني أعرفكم بنفسي، أنا اسمي محمد مصطفى، مدير قسم الإنتاج في قسم النشر في شركة نولوجي إي. شركة نولوجي إي إحنا مقرنا مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا أنا بعمل سفير تطوعي لمؤسسة كروس ريف، ومجالات الاهتمام الأساسية في مجال الأوبن أكسس والوصول الحر. أيضا معايا من مؤسسة كروس ريف في هذا اللقاء الأول فانيسا، كوميونيتي انجيجمنت مانجر في كروس ريف، وايضا معانا بول ديفيس، التكنيكال سبورت سبيشالست وريسيرش اند ديفلوبمنت سبورت اناليست في كروس ريف، ومعانا روبيكا ايضا ممبر سبورت سبيشالست، وهي تخصصها ان هي دعم الاعضاء الجدد في مؤسسه كروس ريف، فان شاء الله بينضموا لينا اليوم. لو في اي اسئله او اي استفسارات ممكن حضراتكم تكتبوها في الكيو اند اي بوكس، ولو في أي حاجة تعريفية ممكن حضراتكم تكتبوها في الشات بوكس. فدايما أي أسئلة ممكن نوجهها للكيو أند إي، وأي معلومات تعريفية ممكن نخليها موجودة في الشات بوكس. تمام، وتنويه مرة أخرى إن شاء الله السلايدز هترسل لحضراتكم، والريكوردينج الفيديو الخاص بالحلقة التعريفية هيتم إرساله بإذن الله. الأجندة أو اللقاء، محاور اللقاء اللي هنتكلم عنها النهاردة، يكون عندنا مقدمة عن كروس ريف أو عن هذه المؤسسة والأعضاء الموجودين حاليا. هنشوف أيضا إزاي ممكن نبدأ عضوية مع هذه المؤسسة. هنتكلم أيضا عن المعرفات الرقمية أو الديجيتال أوبجكت ايدنتيفايرز والبيانات الوصفية أو الميتا ديتا وكيفية إيداعها. هنتكلم لو إحنا محتاجين المزيد من المساعدة أو السبورت عن كيفية التعامل مع المعرفات الرقمية وإيداعها في مستودعات كروس ريف، وهيكون عندنا إن شاء الله الفقرة الأخيرة سؤال وجواب. الجزء الأول من الويبينار اللي هيكون عبارة عن الشرح اللي أنا هقدمه هيكون مدته نصف ساعة إن شاء الله، وبعد كده هيكون عندنا 15 دقيقة للسؤال والجواب في نهاية هذه الحلقة. في البداية خلينا نبدأ بتعريف كروس ريف أو مقدمة سريعة عن كروس ريف. المؤسسة كروس ريف تم إطلاقها أو تأسيسها عام 2000. الغرض الأساسي من إنشاء هذه المؤسسة هو في ذلك الوقت كان إصدار ما يسمى بالديجيتال أوبجكت ايدنتيفاير أو معرفات الرقمية التي يتم عمل أسايمنت ليها للأبحاث. ومع تطور الوقت أصبحت المؤسسة تقدم العديد من الخدمات الأخرى زي ما هنشوف
في حلقة اليوم بإذن الله. الغرض الأساسي أو المهمة الأساسية لهذه المؤسسة بتتلخص في اهتمامها الشديد بتسهيل الوصول إلى مخرجات الأبحاث، وتسهيل أيضا عملية الاقتباس والحصول عليها وإعادة استخدام الأبحاث مرة أخرى. كروس ريف أيضا من المهم أن احنا نعرف أن هي مؤسسة غير هادفة للربح على الإطلاق، وتقوم بشكل أساسي على نظام العضوية للمؤسسات والجامعات التي تهتم بموضوع النشر الأكاديمي وعمل بيئة أفضل لعملية النشر الأكاديمي ومشاركة مخرجات الأبحاث. فهذه هي المهمة الأساسية لمؤسسة كروس ريف، مقر رئيسي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. نظرة عامة وسريعة أيضا على مؤسسة كروس ريف، هناك حاليا في سنة 2022 أكثر من 17 ألف عضو من دول مختلفة حول العالم. يوجد أيضا أكثر من 137 مليون محتوى أكاديمي تم تخزين البيانات الوصفية لهذه المحتويات الأكاديمية. والبيانات الوصفية نقصد بيها، لو بنتكلم على مقالة منشورة، لما نقول كلمة بيانات وصفية بنقصد بيها البيانات الأساسية المرتبطة بهذه المقالة، مثل عنوان المقالة، أسماء المؤلفين، عناوين المؤلفين، تواريخ النشر، اسم الدورية التي تم النشر فيها. فالبيانات الوصفية بتتضمن المعلومات أو الحد الأدنى أو الأساسي من المعلومات عن المقال أو البحث المنشور، أو أيضا بتمتد إنها تغطي بيانات وصفية لوثائق مختلفة، زي مثلا وثائق براءات الاختراع، البيانات الوصفيه اسم او التايتل الخاص ببراءه اختراع، المجال او السكوب، التاريخ اللي تم تسجيل فيه براءه الاختراع. لان زي ما هنشوف في السلايدز القادمه ان مؤسسه كروس ريف او الدو ايز بتدعم العديد والعديد من الوثائق، مش فقط الابحاث والمقالات العلميه المنشوره. بينضم الناشرين او المهتمين او المؤسسات الاكاديميه او الجامعات او المكتبات الى مؤسسه كروس ريف لتحسين مستوى دورهم، والعمل ايضا على اكتشاف محتواهم المنشور، بالاضافه ايضا ان العضويه بتمكنهم من الاستفاده من خدمات كروس ريف الاخرى. زي ما قلنا في المقدمه ان مؤسسه كروس ريف بدات في البدايه بموضوع المعرفات الرقميه او ما نسميه بالديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير او الدو ايز، وبعد ذلك تطورت المؤسسة لتوفر العديد من الخدمات الأخرى التي هدفها الرئيسي هو جعل البيانات الوصفية أو الميتا ديتا للأبحاث والمقالات المنشورة سهل الوصول إليها وسهل أيضا توزيعها وتسجيلها. مؤسسة كروس ريف دائما بتحفظ هذه البيانات الوصفية في بيئات أو قواعد بيانات قابلة للبحث، وتستخدم ما يسمى بالOpen APIs. فدي نظرة عامة على المؤسسة ونشاط المؤسسة والأعضاء الموجودين فيها. لو حبينا نلقي نظرة تفصيلية أكثر عن الأعضاء الحاليين وتوزيع الأعضاء الحاليين للمؤسسة، هنلاقي إن عندنا ناشرين، عندنا مؤسسات تمويل، عندنا institutions ومراكز أبحاث وجامعات ومكتبات منضمة لهذه المؤسسة، عندنا مستودعات، عندنا مراكز أبحاث، عندنا مراكز خاصة بالبيانات وتسجيل البيانات، عندنا مكاتب براءات اختراع هم أعضاء في كروس ريف وبيستفيدوا من الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة، عندنا أيضا الابستراكتنج اند اندكسنج سيرفيسز أو خدمات الفهرسة أو خدمات أو قواعد البيانات، أيضا مؤخرا بدأوا ينضموا لهذه المؤسسة. عشان كده المؤسسة، عشان الرسالة الخاصة بها توصل لأكثر من لكل الناس أو كل المهتمين بالمجال البحث العلمي والنشر الأكاديمي وتسجيل البيانات، أطلقت برنامج السفراء حتى أن الرسالة بتاعتهم توصل لمختلف المناطق في حول العالم. التوزيع أو الشكل الجرافي اللي احنا شايفينه أمام حضراتكم دلوقتي بيبين لنا عدد الأعضاء الجدد اللي انضموا من يناير 2019 إلى ديسمبر 2021، وزي ما ظهر أمام حضراتكم معظم الأعضاء تقريبا من منطقة جنوب غرب آسيا، في طبعا أعضاء كتير من أوروبا الشرقية، بس للأسف الشديد الأعضاء من المنطقة العربية مش زي ما هم بيطمحوا ليهم، فمحتاجين نزود الوعي بخدمات المؤسسة في منطقتنا العربية وشمال أفريقيا، لأن ده من بيعود بالفائدة على المؤسسات العلمية سواء كانت جامعات أو مكتبات أو ناشرين أو مكاتب تسجيل براءات اختراع، لأن هناك العديد زي ما هنشوف من الخدمات المهمة اللي بتقدمها المؤسسة اللي ممكن تساعد
في تسجيل وإظهار المحتوى أو المحتوى العلمي أو المحتوى البحثي الذي يقوم الباحثين أو العاملين في هذه الصناعة في منطقة الشرق الأوسط بإصداره، وإن إحنا نظهره للعالم ونسجله أيضا مع العالم حتى نواكب المستحدثات العالمية. لماذا يجب أن تنضم إلى كروسريك سواء كنت أمين مكتبة في مكتبة أو سواء كنت تعمل في مكتب براءة اختراع أو سواء كنت ناشر تعمل في منطقة الشرق الأوسط؟ انضمامك لكروسريف هيساعدك في الوصول إلى القراء، يسهل القراء الوصول للمحتوى الخاص بك، يحسن أيضا بشكل كبير من سهولة اكتشاف منشوراتك سواء كانت المنشورات التي تقوم بنشرها هي أبحاث علمية أكاديمية أو دوريات علمية أو كونفرنس بروسيدينج أو وقائع مؤتمرات أو براءات اختراع أو حتى في الانستيتيوشنال ريبوزيتوري الخاص بالجامعة أو المركز البحثي الذي تعمل فيه. تساعدك أيضا كروسريف على تحويل قوائم المراجع أو الريفرنس ليست الخاصة بك إلى روابط يمكن النقر عليها والحصول على معلومات أكثر. تساعدك أيضا في معرفة من يطلع على المحتوى الخاص بك، هيكون عندك ريبورتس أو تقارير مفصلة بمن يطلع على المحتوى الذي تقوم بنشره على الموقع الخاص بك، بالإضافة أيضا أنك ستقوم بالاستفادة من الخدمات الأخرى التي تقدمها المؤسسة. مميزات الأعضاء: في حالة حصولك على عضوية كاملة في المؤسسة بيصبح لك صوت في انتخابات الأعضاء، من الممكن أيضا أن تقوم بالانضمام إلى أحد اللجان المختلفة التي تشكلها المؤسسة، وده بيكون هناك لجان بشكل دوري، لجان مثلا تتكلم على أحد التطورات في مجال النشر الأكاديمي فممكن تنضم إلى أحد هذه اللجان. وأيضا تذكر أن توفير بيانات وصفية قوية ودقيقة يساهم في سهولة وزيادة اكتشاف المحتوى الخاص بك. خلينا على سبيل المثال نتكلم، لو أنت ناشر بتنشر مقالات علمية ووقائع مؤتمرات، إيداعك للبيانات الوصفية عن كل بحث بتنشره بشكل كامل، إيداع البيانات الوصفية بشكل كامل بيساهم في زيادة المحتوى أو اكتشاف المحتوى الخاص بك. نقصد بالبيانات الوصفية لو أنت ناشر أكاديمي سواء كنت في يونيفرسيتي بريس جامعة أو كنت في ناشر حتى خارج الجامعة أو كنت محرر لدورية أنت بتمتلكها، عنوان المقالة، إيداع أسماء المؤلفين، إيداع عناوين المؤلفين. مش بنتكلم على إتاحة هذه المعلومات في الفاينل فول تكست بي دي اف أو الفول تكست اتش تي ام ال، لا، احنا بنتكلم على إيداع هذه المعلومات في مخازن كروسريف. عنوان المقالة، أسماء المؤلفين، عناوين المؤلفين، الأوركيد أي ديز الخاصة بالمؤلفين، معلومات اللايسنسنج أو معلومات الترخيص، إيداع تاريخ النشر، تاريخ استقبال هذه الأبحاث، إيداع كل هذه المعلومات أو جعل البيانات الوصفية الخاصة بك بيانات غنية وإيداعها في مستودعات كروسريف يساهم في النهاية في اكتشاف المحتوى. وزي ما حضراتكم عارفين الإخوة اللي شغالين في مجال البحث العلمي وأمناء المكتبات، إن سهول الوصول للمحتوى يؤدي إلى قراء أكثر لهذا المحتوى، مما يعود باقتباسات أكثر لهذا المحتوى، more citations، citations أكثر أو اقتباسات أكثر تؤدي إلى زيادة الإمباكت أو زيادة المردود وقيمة هذه المجلة أو الدورية التي تنشر هذا المحتوى، مما يعود بالنفع عليك كناشر أو يعود بالنفع عليك كيونيفرسيتي بريس، فده شيء مهم جدا. المؤسسة بتقدم طيف واسع من الخدمات، منها على سبيل المثال الخدمة الأساسية اللي بنتكلم عليها النهاردة وهي خدمة الكونتنت ريجستريشنز أو تسجيل المحتوى، في خدمة أيضا الريفرنس لينكينج، في خدمة اسمها اقتبس بواسطة أو سايتد باي، في خدمة أخرى اسمها كروس مارك، في عندنا خدمة فحص التشابه، الخدمة دي مهمة جدا لأنها بتمنع السرقات الأدبية، في خدمة أيضا الميتا داتا تشيك، وفي ايضا خدمه الايفنت ديتا، والايفنت ديتا دي احد الخدمات الحديثه جدا اللي اطلقتها المؤسسه، ممكن نعمل ويبينار او حلقه نقاش تفصيليه عن هذا الموضوع. في البدايه خلونا نتكلم بشكل مبسط عن خطواتك في الانضمام كعضو جديد الى المؤسسه. في على الموقع الخاص بهم crossref.org معلومات تفصيليه عن كيفيه انضمامك كعضو، بتملى فورم أساسية بيكون فيها بيانات عنك، وأول ما بتقوم بعملية الإملاء لهذه
الفورم بيجالك رسالة تأكيد، هنشوف زي ما هنشوف في السلايد الجاية. ده طريق ممكن تسلكه. أحد الطرق الأخرى أيضا ممكن تنضم عن طريق مظلة أحد الرعاة الموجودين. يعني عندنا على سبيل المثال إحنا في نولج إي في دبي أو منشورات الجزائر أو في شركة دار المنظومة في المملكة العربية السعودية، وأيضا هناك رعاة دوليين ممكن أن تنضم تحت مظلتهم، زي المنظمة التي تدعم الناشرين الذين يعملون بنظام الوصول الحر أو أواسبا، أوبن أكسس سكولاري Publishing Association. في ايضا البي كي بي او البابليك نوليدج بروجكت اللي بيدعم الدوريات، وهنا الرابط الخاص بالسبونسرز او الرعاة بشكل مفصل على الموقع الخاص بهم ممكن تطلعوا عليه. في حالة حصولك على عضوية كاملة بيكون عليك مجموعة من الالتزامات. اول التزام يجب ان تقوم بايداع البيانات الوصفية حتى تتمكن من انشاء او الحصول على الدي او ايز الخاصة بك. من المهم أيضا الحفاظ على تحديث بياناتك الوصفية والصفحات أو ما نسميها بالريدايركت هوم بيج بشكل دوري على المدى الطويل. أيضا من المهم أن تتبع تعليمات كروسريف ونصائح كروسريف عن كيفية عرض المعرفات الرقمية زي ما هنشرح بالتفصيل في السلايد القادمة. وأيضا أحد الالتزامات دفع الاشتراكات، والاشتراكات بتكون سنوية والمعلومات موجودة بشكل مفصل على الموقع الخاص بالمؤسسة عن كمية الاشتراكات أو المبلغ الخاص بالاشتراكات. في حالة التسجيل بيجي لك رسالة أو إيميل على الإيميل المسجل الخاص بك زي ويلكم ايميل، وبتحصل من كروسريف على ما بنسميه البريفكس، وروابط ايضا اللي بتمكنك من الدخول على الخوادم الخاصه بيهم حتى تتمكن من تسجيل المحتوى الخاص بيك. هنتكلم بشكل تفصيلي دلوقتي عن المعرفات الرقميه اللي بتقدمها المؤسسه وايضا البيانات الوصفيه التي بتدعمها. بس في البدايه خلينا نشوف ما الذي يمكن ان نسجله بمعرفات كروسريف او الديجيتال اوبجكت ايدنتيفايرز. ايه المحتوى اللي ممكن نسجل او اللي بتدعمه هذه الدو ايز؟ ممكن تسجل مقالات، ممكن تسجل دوريات، ممكن تسجل كتب، ممكن تسجل بوك شابترز او فصول معينه من الكتب، ممكن تسجل وقائع مؤتمرات او كونفرنس بيبرز، ممكن تسجل ايضا داتا سيتس، ممكن تسجل لو انت بتعمل في مكتبه جامعه ممكن تسجل الديزرتيشنز او رسائل الابحاث او رسائل الماجستير والدكتوراه. لو انت بتعمل في مكاتب تسجيل براءات اختراع ممكن تسجل براءات اختراع. لو انت في ريسيرش اوفيس في جامعه وبتسجلكم كتير من الجرانتس او كول فور بروبوزلز واشياء من هذا القبيل، ممكن ان تسجل كل هذا المحتوى عن طريق الكروس ريف ديجيتال اوبجكت ايدنتيفايرز. فده بيكون شيء مهم جدا ان انت ممكن تسجل كل هذه المحتويات عن طريق الدو اي. فالدو اي زي ما حضراتكم شايفين مش فقط للمقالات العلميه او الابحاث العلميه، لا، هو ممكن يدعم المقالات والكتب وفصول من الكتب، وحاليا مراجعه النظراء ايضا او البير ريفيو ريبورتس. بشكل مبسط وبشكل ايضا سريع، هذا هو شكل الدي او اي او الديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير. شايفين حضراتكم ثلاث الوان في السلايد اللي امامنا. في الشق الخاص باللون الاحمر هو بنسميه دليل الدي او اي، دي او اي دوت اورج، هو ده الدليل او المعرف اللي بيجعل الدي او اي قابل للتنفيذ. بعد كده عندنا الشق باللون الازرق او التركواز اللي هو في هذا المثال 10.1006، ده بنسميه البادئه او البريفكس، ده اللي بتعطي ليك او تقوم المؤسسه كروسريف بعمل اساينمنت لهذا البريفكس ليك. يعني انت انضممت كعضو بتاخد البريفكس الخاص بيك وتقوم بايداعه في النظام او في الباك اند سيستم الذي تعمل به. ف 10 او دوت 1006 في هذه الحاله هو البادئه الخاصه بهذا الناشر او هذا العضو. وبعد كده عندنا ما نسميه بالسافكس او اللاحقه، اللي هو في هذه الحاله أظن هذه مقالة أو بحث علمي منشور، هو عبارة عن الابريفيشن أو الخاص بالدورية، وأعتقد هذا تاريخ النشر أو سنة النشر، لأن حتى الباك فوليومز زي ما هنشوف تقدر تقوم بعملية إصدار معرفات رقمية ليها. وأيضا عندنا في النهاية ما نسميه بالارتكل اي دي. الشكل ده متغير وكستمايزد، ممكن أنت كناشر، ممكن أنت كريسيرش أوفيس، ممكن أنت كأمين مكتبة تقدر تتحكم فيه وتشكله بالشكل الذي تريده. في النهاية المعرف أو هذا الرابط عند الضغط عليه وتسجيله بشكل صحيح يؤدي إلى أو يقوم بعمل هذا اللينك، يقوم بعمل ريدايركت إلى الصفحة الخاصة بالمحتوى الذي تريد القارئ الوصول إليه، فتقوم أيضا بإرفاق هذا الرابط في هذه الصفحة.
وهنشوف بالتفصيل في المثال القادم. في البداية خلينا زي ما شرحنا بشكل سريع في المثال السابق، ده اللي بنسميه دو اي suffix أو الرمز اللاحق، ده رمز واحد من الممكن أن يستخدم لكل المحتوى الخاص بك. خلينا نقول أنت خدت membership في كروسريف، فهو ده بيكون الرمز الخاص بك. ممكن تحت هذا الرمز تسجل أكثر من دورية. خلينا أقول أنا University بريسف لجامعة في المنطقة العربية، عندنا في الجامعة بننشر 10 دوريات، أنا انضممت الكروس ريف وحصلت على هذا الرمز، ممكن أسجل بكل سهولة 10 دوريات تحت هذا الرمز، حتى لو 10 دوريات من كليات مختلفة، حتى لو 10 دوريات في سكوب أو سبجكت أريز مختلفة، ما فيش أي تعارض على الإطلاق طالما أنا عندي عضوية في مؤسسة كروس ريف. وتحت هذا الرمز ممكن بعد كده هسجل كل العناوين، وما فيش أي عدد مينيمم أو ماكسيمم للدو آيز التي ممكن تصدرها تحت رمز واحد. تمام. بعد كده عندنا اللاحقه او الشق الاخير في الدي او اي، ده الشق اللي هو بيتغير على حسب كل دوكيمنت انت بتنشرها، اللي احنا بننصح بيه ان هو يكون له شكل ثابت. بمعنى خلينا نقول ده الدو اي دوت اورج، قلنا ده دليل دو اي ده ما بيتغيرش، قلنا ده الرمز اللي بنحصل عليه من كروس ريف، وممكن احط كل الدوريات الخاصه بيا تحت هذا الرمز، ده ايضا لا يتغير اللي هو 10.1006. بس بعد كده عندنا جي ام بي اي، ده الابريفيشن الخاص بالدوريه، فده جزء دايما بيتغير مع كل دوريه. فانا عندي مثلا دوريه IGRB، فممكن IGRB لدورية معينة، بعد كده GSB، بعد كده SGMS، DMS، فده بيتغير على حسب الدورية وعلى حسب أيضا المقالة. بس احنا بننصح ان احرص دايما ان هو يكون له ستراكشر أو هيكل ثابت، احرص أيضا ان هو يكون بسيط مش معقد، مش رقم طويل 2 4 5 6 10 ورقم طويل جدا، لا احرص ان هو يكون بسيط وقصير، لأن ده بيسهل الوصول للمحتوى الخاص بيك. عند الضغط المفترض على هذا الدو اي بيقوم بعمل لي ريدايركت لما نسميه اللاندنج بيج. اللاندنج بيج لو انا امين مكتبه في جامعه بتنشر مجلات او دوريات علميه، بتكون هي البيج او الصفحه الاساسيه اللي فيها الحد الادنى من المعلومات او البيانات الوصفية عن المقالة المنشورة. في على سبيل المثال، في المثال اللي أمامنا، فده الدو اي عند الضغط عليه هيعمل ريدايركت لهذه اللاندنج بيج اللي بتحتوي على الارتكل تايتل، اللي بتحتوي على الجورنال تايتل أو عنوان الدورية، اللي بتحتوي على الايشو انفورميشن والفوليوم انفورميشن اللي فيها معلومات عن الابستراكت، أيضا عشان السكرين شوت كانت قصيرة، في أيضا قائمة المراجع أو الريفرنس ليست. ومن هذه، لان المحتوى اللي بننشره في منصه نولوجي كله اوبن اكسس او بيعمل بنظام الوصول الحر، فاحنا بندعم الوصول للفول تكست بي دي اف والفول تكست اتش تي ام ال بشكل مجاني. فمن هذه اللاندنج بيج ممكن توصل للفول تكست، تقوم بعمليه داونلود او تحميل للفول تكست بي دي اف والفول تكست اتش تي ام ال ايضا. الكروس ريف المهمه الاساسيه ليها ان انت كناشر او كشخص يعمل في مكتبات في الجامعه، امين مكتبات او في الريسيرش اوفيس او في مكتب براءات اختراع، انت بتوفر المؤسسه بالبيزك، ما نسميه بالبيزك ميتا داتا عن الدوكيمنت الخاصه بيك، عنوانها، اسماء المؤلفين، لو هي دوريه علميه اي اس اس ان الخاصه بيها برنت اند اونلاين، لو هو كتاب بتزودهم بالاي اس بي ان الخاص بالكتاب، لو هي مقاله علميه وليها مستخلص للبحث وقوائم مراجع، ده دورك أساسي كعضو أنت تزود المؤسسة بهذه البيانات الوصفية. لو أنت أيضا ناشر أكاديمي وهناك معلومات عن الفندنج أو معلومات عن التمويل، معلومات التمويل أصبحت جزء أساسي الآن من البيانات الوصفية، معلومات أيضا عن اللايسنسنج انفورميشن أو معلومات الترخيص، هل هذه المقالة متاحة all rights reserved زي المقالات التي تنشر بنظام السبسكريبشن او نظام الاشتراك، هل اللايسنسنج انفورميشن مثلا مرخصه تحت كرييتيف كومن اتريبيوشن لايسنس او سي سي بي واي، هذا المحتوى منشور بنظام الوصول الحر ومتاح للجميع. كل احرص على ان انت تضم كل هذه المعلومات الخاصه بالترخيص في بياناتك الوصفيه التي تقوم في النهايه بإيداعها في كروس ريف. ايضا الفول تكست يو ار ال او التكست مايننج، ده شق مهم جدا للناس العلماء اللي شغالين في مجال البيانات، من المهم ان انت تحط الروابط الكامله للمحتوى الخاص بيك، الرابط اللي انا ممكن اقدر من خلاله اقوم بعمليه تحميل البي دي اف، الرابط الكامل للاطلاع على محتوى الاتش تي ام ال. من المهم ايضا ذكر هذه النقطه ان احنا كناشرين في المنطقه العربيه او
او كناشرين محتوى عموما، من المهم ايضا الان نشر المحتوى بصيغه فول تكست اتش تي ام ال. نشر الفول تكست بي دي اف ده شيء مهم جدا، بس ايضا في عصر الديجيتال بابليشنج من المهم نشر فول تكست اتش تي ام ال. كروس مارك دي ممكن نتكلم عنها بشكل لاحق في ويبينار اخر. وحاليا ايضا نقدر نسجل البير ريفيو ريبورتس او نضم معلومات البير ريفيو كجزء من البيانات الوصفيه الخاصه بنا. الطرق المختلفه، عشان الوقت بدا معانا فاضل حوالي 5 أو 7 دقائق، الطرق المختلفه اللي ممكن نتبعها لتسجيل المحتوى مع كروس ريف، عندنا اكثر من طريقه. في البدايه عندنا طريقه ابلود الاكس ام ال، او انت تقوم برفع اكس ام ال بستراكشر معين لمستودعات كروس ريف، هنشوف تفاصيل اكثر في السلايد القادمه. عندنا طريقه بنسميها المانوال ديبوزيت، او ان انت بتروح على فورم على موقع كروس ريف وبتبدا بشكل مانوال بتنسرت او تقوم بعمليه ادخال لهذه البيانات الوصفيه، بتقوم بادخال كتابه اسم عنوان البحث، اسماء المؤلفين، تاريخ النشر، اسم الدوريه، نوع الرخصه التي تتضمنها هذه المقاله، هل هي متاحه للجميع، هل هي تعمل بنظام السبسكريبشن، كل هذه المعلومات. او لو انت بتستخدم نظام احد الانظمه المشهوره في اداره المجلات والدوريات العلميه والابحاث العلميه بشكل عام، هو نظام الاو جي اس او الاوبن جورنال سيستم، فيما يسمى بكروس ريف بلجن، اللي بتساعدك بتسجيل المحتوى او الحصول على هذا الاكس ام ال بشكل اوتوميتد. بالطبع في مجموعه من السيتنج او الخيارات او الاعدادات اللي مطلوب منك في الاول ان انت تعمل لها alignment او تشيك هذه السيتنج او هذه الاعدادات حتى تحصل على البيانات الوصفيه مسجله ومودعه بشكل كامل في مستودعات كروس ريف. لو هتتبع الطريقه الاولى دي، الطريقه بتتطلب دعم فني جامد، فلو انت في جامعه او مؤسسه ممكن تطلب من الاخوه في قسم الدعم الفني الخاص بيك ان هم بيعملوا لك حاجه اسمها كروس ريف سكيما او اكس ام ال، بتستخرجه طبقا لكروس ريف سكيما، بتمشي على الرولز الخاصه بيهم، بيطلبوا هذا الاكس ام ال يكون له ستراكشر معين. وزي ما قلنا هنبعت كل السلايدز فكل الايتمز دي هايبر لينكد للسكيما الخاصه بكروس ريف، ويبدا قسم الدعم الفني يبني لك هذه التمبلت الخاصه بيك اللي تمكنك بعد كده من تسجيل كل بياناتك الوصفيه في الفورم او المنصه الخاصه بتسجيل المحتوى بشكل يدوي. تدخل زي ما قلنا بتكتب اسم المقاله او اسم الدوكيمنت، الجورنال انفورميشن والديتس والفوليوم نمبر والايشو نمبر، رقم العدد، رقم المجله، كل المعلومات المفصله وتقوم بايداعها. بس طبعا دي عمليه تايم كونسيومنج او ممكن تاخد منك وقت كتير، وخصوصا لو انت بتنشر مقالات كتيره. لو انت بتستخدم نظام اوبن جورنال سيستم زي ما قلنا في من شويه، هيكون عندك كروس ريف اكس ام ال اكسبورت بلجن، اكسلنت بلجن بتقدم سبورت ممتاز. ده سكرين شوت من السيستم اللي احنا بنستخدمه في نوليدج اي. محتاج بس تشتغل على الدو اي بلجن سيتنج حتى تمكنك من ايداع البيانات الوصفيه الخاصه بيك. من مهم ايضا ان احنا نذكر ان في او جي اس كروس ريف بلجنز اخرى لو انت بتستخدم هذا النظام الاوبن جورنال سيستم. في نظام زي ما قلنا في بلجن بتساعد القيام بعمليه الايداع للبيانات الوصفيه بشكل كامل. في ايضا بلجن اخرى ممكن تساعدك في ايداع معلومات التمويل، في للريفرنس، في للكروس ريف اي بي اي، في ايضا بلجن متخصصه للسيميلاريتي تشيك او فحص التشابه. ممكن نعمل ويبينارز اخرى، يعني قولوا لنا في الكومنت او في الكيو ان دي لو انتم محتاجين ويبينارز متخصصه في احد الخدمات او في خدمه بعينها بتقدمها المؤسسه. في ايضا بلجن متخصصه في تسجيل المعلومات الخاصه بالممولين. انت لو انت قمت بعمل اكتيفيشن لكل هذه البلجنز في منصه الاو جي اس التي بتعمل بها وتستخدمها، ده هيساعد ان انت عند ايداعك لبياناتك في كروس ريف هتقوم بايداع بيانات وصفيه بشكل كامل وشكل جيد. في الختام حابين نفكر او نعمل ملخص سريع اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده. تسجيل البيانات الوصفيه بشكل صحيح بيسهل العثور والوصول إلى مخرجات الأبحاث الخاصة بيك أو الخاصة بالدوريات التي تعمل عليها، مما يؤدي إلى زيادة الاقتباس والاستشهاد بها، مما يؤدي إلى زيادة الإمباكت والتأثير الخاص بها، مما يعود بالنفع على الباحث الذي ينشر، مما يعود بالنفع على المحرر أو الذي يعمل محرر في هذه الدورية، مما يعود بالنشر على الدورية والمؤسسة
الأكاديمية أو الناشر بشكل عام. أيضا المعرفات الرقمية مش زي الانطباع السائد إنها تدعم فقط المجلات أو الأبحاث العلمية المنشورة في المقالات الأكاديمية، لا، ممكن تسبورت أو بتدعم المنح ودراسات الماجستير لو أنت أمين مكتبة وبتسجل هذه، لو عندك مستودع إقليمي أو مستودع خاص لتخزين البيانات الخاصة بك في الجامعة، تدعم الفصول الخاصة من الأبحاث، ممكن تسجل فيها المعايير أو التقارير، ممكن تسجل فيها براءات الاختراع، ممكن تسجل فيها أيضا مؤتمرات علمية، ممكن تسجل فيها روابط لفيديو أو نقاشات من مؤتمرات علمية. دايما كروسريب بتحرص على توفير الاوبن داتا او الاوبن اي بي ايز او البيانات او واجهات البرامج مفتوحه المصدر لاكثر من 132 مليون ايتم او ريكورد علمي مسجل معاهم. تصور كروسريب اللي هو الشق الاخير، شبكة علاقات مفتوحة غنية وقابلة لإعادة الاستخدام، ترتبط فيها المنظمات البحثية والأشخاص والإجراءات، لأن الهدف الأساسي اللي بتسعى عليه المؤسسة زي ما قلنا وأكدنا عليه إنشاء سجل علمي أو نتورك علمية تمكن المجتمع العالمي أن يبني على هذه السجلات، لأن عارفين الأبحاث العلمية هي طبقات ناس بتكمل شغل بعد ناس، مما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام في النهاية، عشان خلاص اوريدي التايم أو الوقت بدأ المفروض ده من وقت الكيو أند إيه. المؤسسة أطلقت في سنة 2022 ما تسميه بالريسيرش نكسس فيجن أو رؤية الأبحاث المتصلة. ملخصها إن المؤسسة الآن دورها أكبر من دور البريزيستنت ايدنتيفايرز، مش مجرد فقط إنها بتوفر دو آيز، الدو آيز ده حلقة مهم جدا، بس هي حلقة وصل من ضمن حلقات أخرى في الانفراستراكشر أو البنية التحتية الخاصة بنظام الأبحاث العالمي، اللي هو بيضم الأوثرز أو المؤلفين، الناشرين، الفندرز، الانستيتيوشنز. فهي الريسيرش نكسس فيجن أو رؤية الأبحاث المتصلة بأن بتضم أو بتهتم بدراسة التواصل بين جميع هؤلاء الستيك هولدرز، وأن الموضوع فقط مش اقتباسات أو سيتيشنز أو أن احنا نعمل دو آيز لمقالات وأبحاث علمية. شكرا جزيلا لحضراتكم، يعني اتمنى ان تكون الرساله وصلت. معلومات اكثر تفصيلا هتلاقوها على الروابط اللي امام حضراتكم خاصه بالدوكيومنتيشن او التوثيق التكنيكال، دي ممكن تشاركها مع قسم الدعم الفني الخاص بالجامعه عندك او الخاص بقسم النشر في دار النشر الخاصه بيك. دي معلومات تكنيكال للاخوه اللي بيشتغلين في التكنيكال بابليشنج هيكونوا عارفين او على درايه بيها. في عندنا الايميل الخاص بقسم الدعم الفني support@crossref.org، وفي ايضا منصه التواصل المجتمعي، وان شاء الله هيكون عندنا ويبينار يوم 5 اكتوبر هننتظركم فيه جميعا، هيكون عن البيانات الوصفيه مع وتسجيلها مع كروسريف بشكل ادفانسد انسايتس او نظره اكثر دقه يعني تفصيليه اكثر عن البيانات الوصفيه المتقدمه. شكرا جزيلا، ايضا نوجه لكم الشكر من منصه نولوجي ايدي، المنصات الخاصه بينا تقدروا تتابعونا عليها وتنضموا ليها وتعملوا لنا فولو وتتابعونا ان شاء الله على منصتنا المختلفه. دلوقتي لو عندنا اي سؤال او اي استفسار ممكن حضراتكم تكتبوه في الكيو اند اي بوكس، وان شاء الله بيكون معنا الاخوه من كروسريف ممكن يردوا على اي اسئله او استفسارات عند حضراتكم. في سؤال من الاستاذه مليكة، how can register the abstract book knowing that sometimes have more than 500 abstracts. ممكن تسجلي كل abstract على حدة أستاذة مليكة، أو ممكن تسجلي البوك كله، ده بيعتمد على الباك إند سيستم أو النظام اللي حضرتك شغالة عليه، فده برضو ممكن على حسب النظام. يعني لو حضرتك بس عاملة individual landing pages لكل abstract ممكن تحصلي على 500 دوايز، لو هو الكتاب كله على يو ار ال واحد او على رابط واحد ممكن تحصلي على دو اي واحد فقط. فانيسا، you can reply to this question also if you want to add more insights. No, sorry, I was just clicking to say that you were going to answer it live. Sorry. Okay, sure. So I already shared the answer. So زي ما قلت دكتور مليكة أو أستاذة مليكة، على حسب ال 500 الابستراكت، لو هم في 500 رابط مختلف في الحالة دي هتحتاجي تحصلي على دو اي خاص بكل شق، لو هم كلهم تحت بوك اوف ابستراكت سنجل يو ار ال فبتحصلي على سنجل كيو اي، بس يفضل طبعا لو هم فول تكست او حاجه تحصلي على 500 دواي افضل، لان ده يسهل الوصول ليهم
بشكل مفصل. أستاذ أحمد بيسأل عن السلايدز، هناخدها إن شاء الله في نفس الإيميل اللي قمت حضرتك أستاذ أحمد بالتسجيل عليه، بتجيلك رسالة فيها السلايدز وبيجيلك إن شاء الله الريكوردينج، سواء هيكون الريكوردينج مرفوع على اليوتيوب أظن على القناة الخاصة باليوتيوب، فإن شاء الله الإخوة في كروسريف هيرفعوه يبعثوا لك الرابط الخاص بالريكوردينج. How to join Crossmark reference linking and cited by to add value to your Crossref metadata and journal. ده سؤال مهم جدا من أستاذ عبد الله الخطيب. في البداية لازم تحصل زي ما قلنا دكتور عبد الله، تحصل على عضوية في مؤسسة Crossref. بعد حصولك على العضوية بتحصل على البريفكس الخاص بك، وبعد ذلك بتشو انترست، يعني ممكن تبعت ايميل للمؤسسه بتقول والله انا محتاج انضم لمؤسسه لاستخدم خدمه كروس مارك. من الجدير بالذكر هنا ان خدمه كروس مارك it was like they required a fee or fee but now it's completely free of charge. So من اول السنه دي تقدر تسجل او تحصل على خدمه كروس مارك free of charge. بس من المهم ايضا الذكر ان هيحتاج حضرتك تعمل تكنيكال كاستمايزيشن، فهتحتاج تتواصل مع قسم الدعم الفني الخاص بمؤسستك، بتضيف مجموعه من التكنيكال انفراستراكشر في الباك اند سيستم الخاص بيك بتمكنك من استخدام كروس مارك. ده ينطبق ايضا على الريفرنس لينكينج، ده ينطبق ايضا على خدمه سايتد باي او اقتبس بواسطه، وهي فيتشر انا شايفها very important. لو حضرتك بتقرا ارتكل وعامل امبلمنتيشن لخدمه سايتد باي، بيجي لك على في الارتكل اللي حضرتك واقف فيها هاو ميني بيبل سايتد الارتكل دي، كم اقتباس حصل لهذه المقاله. فده مهم جدا. التفاصيل والدوكيومنتيشن الخاصه بكل خدمه متاح معلومات عنها على الموقع الخاص بمؤسسه كروسريف، هتلاقي على الويب بيجز الخاصه بيهم معلومات مفصله عن كل خدمة وكيفية الانضمام لها، من الشق الأدمن أو شق كيفية الانضمام أو showing interest، وأيضا الشق التكنيكال how to use this service، how to use Crossmark، how to implement cited by in your back-end system. فهتلاقي المعلومات الشقين الأساسيين من المعلومات موجودة على موقع المؤسسة. شكرا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا. في أستاذة نورة بتسأل ما القيمة المضافة لمنصتكم إذا كانت المجلة لها منصتها الإلكترونية وتسعى استخراج تقارير حول الاقتباس وعدد القراء، هل يكون انضمام مجلة ما لكم يجعل الباحثين يفضلون المجلة؟ هو لو حضرتك بتتكلمي على منصة كروسريف، لو حضرتك انضميتي لكروسريف دكتورة نورة، كروسريف زي ما شفنا هتديكي مميزات كتيرة، هتخليكي تحصلي على دو ايز اللي هتسهل الوصول واكتشاف المحتوى الخاص بيكي، هتديكي ايضا الاوبورتيونيتي او التشانس ان انت تحصلي على خدمات اخرى زي سايتد باي اقتبس بواسطة ايفنت داتا، ودي خدمة جديدة بتقدمها المؤسسة، فهتلاقي خدمات مختلفة. لو بتتكلمي على المنصة الخاصة بنولج اي، نولج اي منصتنا عليها ملايين المشاهدات، فوجود دوريتك على المنصة الخاصة بنا بيساهم في زيادة عدد القراء او الاقتباسات اللي في النهاية تعود المحتوى الخاص بيكي، بإضافة ان احنا بنقوم بعمل كل اساليب او نتبع كل سياسات النشر الدولية والعالمية. أستاذ أحمد الباجو الجبوري بيسأل لو في أي connection between the do I and see looks please. ده سؤال مهم جدا أستاذ أحمد. الدو آي أو الديجيتال أوبجكت ايدنتيفاير هو مستقل عن السي لوكس، بس سي لوكس زي ما حضرتك أكيد عارف ده إنترنت أركايف. من المهم عند إيداعك المحتوى في أي إنترنت أركايف زي بورتيكو أو سي لوكس إن حضرتك في نفس الوقت تكون عامل including للدي أو آي، تقوم بإرفاق الدو آيز أو المعرفات الرقمية للمحتوى الذي تنشره في مخازن سيلوكس. بس سيلوكس أو بورتيكو أو هذه الأركايفينج سيستم أو اللونج تيرم أركايفينج سيستمز، الغرض الأساسي منها هو حفظ المحتوى الأكاديمي المنشور للأجيال القادمة في حال حدوث أي شيء للموقع الخاص بالناشر، فده الغرض الأساسي منها يعني. تمام. في استاذ في سؤال اخر من استاذ فرحات سعيد، تحياتي للقائمين على اداره كروسريف ومقدم السيمينار، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. نحن في مجله في جامعه بهوك اعضاء جلد في نظام كروسريف، وتم ربط معرف الوثيقي بنظام المجلات المفتوحه، ما هي اليه النظام في عمل الاستشهاد بالبحوث؟ لو حضرتك بتتكلم على خدمة سايتد باي حضرتك اللي أنا فهمته من حضرتك بتستخدم OGS أو الباك إند OGS اللي بيعمل بنظام المجلات المفتوحة،
ففي بلاجن خاصه بسايت باي ممكن حضرتك تعمل لها داونلود واكتيفيشن في الاو جي اس الخاص بيك حتى تقدر تستخدمها. ده اول اوبشن. تاني حاجه حضرتك محتاج تفعلها في الاتش تي ام ال او الويب بيجز الخاصه بيك في كود او لاين اوف كود. هتلاقي التكنيكال دوكيومنتيشن على موقع كروس ريف بتبين كل التفاصيل. حضرتك بتاخد هذا اللاين او التكنيكال لاين ده وتقوم باضافته في الاتش تي ام ال او صفحات الاتش تي ام ال الخاصه بيك. لما هيك بتضيفه بتبدا سايتد باي فيتشر تشتغل معاك. بتقدر تشوف لو المجله حصل ليها سايتيشن بيبدا يظهر الرقم سايتد باي 1 سايتد باي 2 سايتد باي 3 او على حسب الرقم. فدي خدمه مهمه جدا. ايضا زي ما شفنا ممكن ارجع لحضرتك سلايد مره اخرى اللي احنا اتكلمنا فيها. بما ان حضرتك بتتكلم بنظام المجلات اللي بتعمل بنظام الوصول الحر، دي قائمه للبلاجنز او كل البلاجنز او الموارد اللي كروس ريف والاو جي اس او البي كي بي بارتنرشيب مع بعضهم وقاموا باصدار كل هذه البلاجنز اللي بتدعم نظام الوصول الحر. فاي حد معانا عنده مجله او دوريه بتعمل بنظام الحر الوصول الحر وبيستخدم نظام الاو جي اس يقدر يفعل هذه البلاجنز في الباك اند سيستم الخاصه بيه. وانا بريكومند ده وبرشح ده بشده لان بتسهل او بتريديوس المانيوال ورك وبتسهل ايضا من تحسين جوده البيانات الوصفيه. وايضا في خدمات اخرى زي السيميلاريتي تشيك بتقوم بعمليه اوتوميشن لعمليه فحص التشابه، فده مهم جدا يعني للاطلاع عليه. تمام، لسه معانا 4 دقائق لو في اي اسئله او استفسارات تحت امر حضراتكم ان شاء الله. وزي ما قلنا لحضراتكم بنفكركم تاني ان شاء الله ان هيكون في السلايدز والريكوردينج هيرسل على البريد الالكتروني. في سؤال اخر من استاذ ياسر، هاو تو جيت اور جورنال اندكسد ان يور داتابيز نولج اي. بس بوضح لحضرتك دكتور ياسر، واضح ان في يعني نقطه مش واضحه لحضرتك. نولج اي احنا مش اندكسنج داتابيز. كروس ريف احنا سفير لمؤسسه كروس ريف في الشرق الاوسط. احنا عندنا منصه النشر الخاصه بينا، بس احنا بنتعاون مع او عندنا بارتنر شيب مع كروس ريف. فلو حضرتك عضو في كروس ريف بتعمل ان المحتوى بتاعك يكون اندكسد او ليستد معاهم، فده الشكل الصحيح. لو انا ما رديتش على سؤالك بشكل واضح ممكن حضرتك توضح لي في الكومنت. صابين، الأستاذة صابين، you mentioned that our IT should work on a standard XML. What is the importance of doing so? Can't we make this conversation automatically from Word to XML? What is the importance of JETS tagging and does it work in Arabic? JETS XML أستاذة صابين هو نظام ستاندرد لل XML أو الفول تكست XML اللي حضرتك المفروض شغالة بيه. لو أنت شغالة بنظام الأوبن جورنال سيستم فال XML اللي هيكون exported من السيستم هيكون already XML. لو أنت شغالة أيضا بنظام الـ OGS ففي الحالة دي حضرتك مش محتاجة الـ IT إن هو يبني الستاندرد XML. حضرتك ممكن كل اللي محتاجة إن أنت تشتغلي عليه تستخدمي البلاجن اللي اتكلمنا عنها. هذه البلاجن خليني اوريها لك مره اخرى، كروس ريف اكس ام ال اكسبورت بلاجن. جاست ميك شور او ميد شور ان الميتا داتا اليمنت بتاعتك في الباك اند سيستم كل المعلومات موجوده يعني. وحضرتك بتستخدمي في بلاجنز، لو الاخوه اللي شغالين بنظام الاو جي اس في بلاجنز اخرى زي كويك سبميت، في كل الميتا داتا اليمنت اثناء عمليه السبمشن المفروض تكون موجوده، الارتكل تايتل، الاوثرز نيم، بعد عمليه النشر make sure to include the publication date, the ISSN information received and accepted and published dates. لو الانفورميشن دي كلها موجوده في الاو جي اس ستورد ويل عند القيام بعمليه اكسبورت للاكس ام ال بلجن من الاو جي اس، البيانات الوصفيه كلها هتكون متاحه وتقومي بايداعها في مؤسسه كروس ريف بشكل اوتوماتيك، وده بيوفر وقت وجهد كبير. لو في اي بيانات ناقصه من الباك اند او الاو جي اس سيستم مش هتكون موجوده في هذا الاكس ام ال فمش هتكون متاحه لكروس ريف. You mentioned that it's very important to upload HTML format. Why it's important? Does this improve the visibility and the discoverability? For sure, 100% will improve the visibility and the discoverability. ليه؟ لأن ده ترند، ده نيو ترند في الديجيتال ببلشنج. لو حضرتك بصيتي على كل الانترناشونال والمعظم الريجنال ببلشرز حاليا الفول تكست اتش تي ام ال مهم جدا دلوقتي لأنه بيساهم في الوصول للأبحاث، لأن كان زمان حتى بيزود الفيزيبيليتي. الريسيرشر اللي بيوصل لحضرتك ممكن يداونلود البي دي اف ويطلع عليه وخلاص وبينتهي علاقته بالويب سايت الخاص بيكي. لو هو بيقرا المحتوى على الاتش تي ام ال فدي دقايق اكتر او وقت اكتر بيقضيه على الموقع الخاص بيكي، ده بيدي امباكت اكتر للويب سايت عموما او الوقت اللي بيقضيه اليوزر على الويب سايت، فبيساهم حتى في تحسين الرانكينج الخاص بالموقع الخاص بالدوريات الخاصه بيكي.
أستاذ عبد الله الخطيب, if the article is funded, should we include it in the DOI registration؟ أيوة يا دكتور عبد الله وأستاذ عبد الله, حضرتك لو الفاندنج انفورميشن جزء أساسي أو جزء مهم من الموضوع, فحضرتك في الباك إند سيستم اللي بتستخدمه, سواء كنت بتستخدم أو جي إس أو كنت بتستخدم أي باك إند سيستم تاني, من المهم إن حضرتك تكون عامل منشنينج أو تذكر الفاندنج انفورميشن. Let's say مثلا والبحث الفلاني funded by research council X, فmake sure ان research council X ده موجود. لو في grant ID make sure ان الgrant ID او الرقم المنحة يكون موجود. كل ما نزود بيانات وصفية اكثر ده بيكون شيء ممتاز ومهم جدا وبيحسن من جودة منشوراتنا بشكل عام. في سؤال ايضا استاذ عبد الله الخطيب بيتكلم على موضوع الفاندنج بالظبط كده, فلو يعني اي معلومات استاذ عبد الله مرتبطه بالفاندنج حاول او احرص انها تكون مسجله على بياناتك الوصفيه او مسجله في الاكس ام ال التي تقوم بايداعه مع مؤسسه كروسريف, المعلومات الخاصه بالفاندنج وايضا المعلومات اللي اتكلمنا عنها الخاصه باللايسنس او الترخيص. لو انا المجله بتاعتي بتعمل بالنظام الوصول الحر, في اكتر من لايسنس للكرييتيف كومن, في سي سي بي واي, في سي سي بي واي ان سي ان دي, في نون كوميرشال, في سي سي بي واي اس اي شير الايك. سو المهم جدا ان حضرتك تختار ويتش لايسنس, ان تذكر بالتحديد او بالتفصيل اي لايسنس او اي ترخيص بتنشر مقالاتك او دورياتك العلميه, فده شيء مهم جدا. انا شايف ان احنا اوريدي خلاص عدينا الوقت بدقيقه, فلو في اي سؤال او استفسار في خلال الدقيقه دي او ممكن نختم. شكرا جزيلا للتفاعل من حضراتكم, اتمنى ان تكونوا حضراتكم استفدتوا ولو بمعلومة بسيطة من هذه الحلقة, وإن شاء الله هيكون عندنا الحلقة القادمة يوم 5 أكتوبر هيكون عندنا Advanced Insights على الميتا داتا ريجستريشن, وهنتكلم بشكل مفصل عن المعلومات اللي بنتكلم عنها, Licensing Information, Copyright Information, Peer Review Reports, Orchid IDs الخاصة بالأوثرز أو المؤلفين, هنتكلم إزاي نقوم بإيداع كل هذه البيانات الوصفية المتقدمة في مستودعات كروسريف. شكرا جزيلا لحضراتكم, ويعني شكرا, أتمنى تكونوا إن شاء الله استمتعتم واستفدتم بهذا الويبينار. Thank you everyone for joining us today. I really hope that you enjoyed it and you got some useful information from this webinar. I want to remind you all that you are going to get and receive a notification email with the slides and with the recorded link as well. And also see you all in the next webinar on 5th of October, where we are going to talk about advanced insights and how to register your metadata with the Crossref. Thank you so much, Crossref team, Vanessa, Paul, and Robica. Thank you so much, Mohammed. Thank you everyone for attending. Thank you. Bye-bye. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Bye.